السلام عليكم، اهلا بكم طلبات وطلاب الصف السادس الاجباري. النهارده معانا مع الدرس الثاني للبيئه الساحليه، وبنتكلم عن خصائص السكانيه للبيئه الساحليه. خدنا المره اللي فاتت او الدرس اللي فات ان البيئه الساحليه هي البيئه الموجوده على البحار، البحر الاحمر والبحر المتوسط، وان السكان فيها اكيد هيتركزوا على المدن الموجوده على سواحل البحرين. يعني السكان في البيئه الساحليه هيتركزوا او هيعيشوا في 11 محافظه ساحليه، وجوه هذه المحافظات هنلاقي جواها مدن مليونيه زي اسكندريه. يعني ايه مدينه مليونيه؟ يعني هقول ان المدينه دي بيزيد عدد سكانها على مليون نسمه، يعني مليون فرد، يعني العدد بتاعها كبير جدا بيتعدى المليون. طب انا اقول هسال هنا نفسي سؤال وهقول طب ليه هيتركز نسبه كبيره من سكان مصر المحافظات الساحليه ديت؟ هقول لان هي فيها مميزات كتيره قوي هتخليهم يتركزوا فيها، زي عندي هتتوفر بيها الموارد الغذائيه والمواد الخام، يعني عندي فيها موارد غذائيه اكل متوافر ومواد خام هتساعدني ان انا اعمل على اساسها تنميه اقتصاديه واعمل صناعات كتيره. كمان هلاقي ان في المناطق الساحليه ديت مجال حيوي ان الناس تشتغل في النقل البحري والتجاره وينفتحوا على العالم الخارجي، لان احنا عارفين ان البحر المتوسط بيوصلني على طول على قاره اوروبا، وان البحر الاحمر بيوصلني على مدن في قاره اسيا، فبالتالي في انفتاح ان انا بفتح العالم الخارجي. ثالث حاجه هلاقي ان كمان فيها مناظر طبيعيه بيئيه مهمه، زي عند الشواطئ الموجوده الخلابه على البحرين، وعندي في البحر الاحمر الاسماك الملونه والشعاب المرجانيه. كل دوت عامل مهم ان احنا نكون نقصد علشان الترويح، يعني نتفسح وعندنا جذب سياحي. طيب النهارده هندرس برضو اهم خصائص سكان البيئه الساحليه. هقول اول حاجه الخصائص الاجتماعيه. خصائص اجتماعيه يعني انا هتكلم كده عن عادات ايجابيه وعادات سلبيه. طب سكان البيئة الساحلية ممكن يتميزوا بإيه خصائص إيجابية؟ هيتميزوا أول حاجة بالعمل الجماعي. يعني إيه عمل جماعي؟ يعني إن كلهم بيشتغلوا في مجموعة، لأن أعمال البحر ما ينفعش أشتغلها بمفردي، لازم يكون في تعاون، زي الصيد، الشحن، تفريغ السفن، كل دي أعمال تحتاج إلى الجماعة. كمان إن البحر بيعلمني أو بيعلم الناس اللي بتشتغل فيه حب المخاطرة والشجاعة في واجه الأخطار. طول ما أنت في البحر وبتشتغل في البحر فأنت بتواجه بعض الأخطار، فده بيعلمك الشجاعة إنك إزاي تواجه هذه الأخطار. وده هنا سؤال بيجيني، بما تفسر حب المخاطرة والشجاعة في واجه الأخطار ده ليه؟ بسبب نتيجة طبيعة العمل في البحر. كمان هلاقي إن المرأة في البيئة الساحلية بتشارك بنصيب كبير في العمل. يعني الست بتشتغل في البيئة الساحلية ليه؟ لأن الرجال بيقضوا معظم أوقاتهم في الأعمال البحر، فبيضطر الست إنها لازم تنزل وتشتغل. رابع حاجة إقامة الاحتفالات الخاصة بيهم. هنقول إن هما كبيئة ساحلية أو سكان بيئة ساحلية ليهم مسابقات صيد مخصوصة ليهم، ليهم مهرجانات، ليهم ألعاب شواطئ، دي حاجات تخص سكان البيئة الساحلية متميزين بيها عن البيئات الأخرى. كمان الانفتاح على العالم الخارجي، وده زي ما قلنا انفتحوا على العالم الخارجي على أوروبا وعلى دول آسيا. طبعا عندي عادات سلبية، زي عندي الهجرة غير الشرعية، يعني هلاقي إن بعض الأفراد بيلجأوا إنهم يهاجروا أو يخرجوا بره الدولة بس بطرق غير قانونية أو بأوراق غير قانونية. وكمان عندي إن صرف المخلفات المنزلية والصناعية في البحر، للأسف بيصرف السكان في البيئة الساحلية بيصرفوا المخلفات بتاعتهم في البحر، وده بيؤدي إلى تلوث المياه ومشاكل كتيرة. كمان عندي الصيد غير القانوني، يعني بيصطادوا بطرق غير قانونية. يبقى أنا قلت كده العادات الإيجابية، اعتماد السكان بالعمل الجماعي، حب المخاطرة والشجاعة في مواجهة الأخطار، مشاركة المرأة للرجل في العمل، إقامة احتفالات خاصة بهم، الانفتاح على العالم الخارجي. وقلنا العادات السلبية هي إيه؟ هي الهجرة غير الشرعية، صرف المخلفات المنزلية والصناعية في البحر، والصيد غير القانوني. طيب هلاقي إني عندي برضو بعض الخصائص التعليمية، زي عندي هقول بترتفع نسبة التعليم بين سكان البيئة الساحلية وبيهتموا جدا جدا بتعليم البنات. كمان ده بيؤدي إلى أن عندي عدد مدارس كتيرة جدا في البيئة الساحلية. يبقى الخصائص التعليمية عندي ارتفاع نسبة التعليم وزيادة نسبة المدارس. تالت حاجة هنتكلم عليها النهاردة الخصائص الاقتصادية. هنقول إن بيعمل معظم السكان في البيئة الساحلية يشتغلوا يا بالتجارة يا بالصيد يا بالصناعة. كمان هلاقي إن في بعض السكان خاصة في منطقة شمال الدلتا هيشتغلوا بالزراعة، وكمان عندي بعض الأماكن في السواحل الشمالية برضه هيشتغلوا بالزراعة عشان وجود الأمطار الشتوية.
طبعا المبيئة الساحلية تعتبر منطقة جذب لجميع طيارات الهجرة الداخلية، يعني هنلاقي إن هي بتجذب طيارات الهجرة من البيئة الصحراوية ومن البيئة الزراعية عشان يشتغلوا بالأنشطة الاقتصادية. عندي زي إيه؟ أول هجرة هنتكلم عليها هجرة السكان مثلا من واحد سيوة عشان يستقروا في مرسى مطروح يشتغلوا، وعندي كمان هجرة سكان الوجه القبلي هنا هيهاجروا الى عند شرم الشيخ، هيهاجروا الى الغردقه، هيهاجروا بعضهم الى الاسكندريه للعمل، وعندي كمان الهجره هنا من الوجه البحري برضه هيهاجروا الى منطقه مدينه السويس او هيهاجروا الى الاسكندريه. كل دي طيارات هجره داخليه علشان يعملوا في المدن الساحليه. طيب هنلاقي برضو ان بقى مشكلات السكان في البيئه الساحليه، السكان هيعانوا من بعض المشكلات في البيئه الساحليه، ومن اهمها مشكله الازدحام السكاني. قلنا ان عدد السكان كبير جدا في المدن الساحليه يتعدى المليون نسمه، فبالتالي عندي زحمه كبيره. كمان التلوث البيئي اللي بينشا نتيجه صرف المخلفات الصحيه والصناعيه في المياه بتؤدي الى انتشار كثير من الامراض. والسؤال هنا بيجي لي ما النتائج المترتبه على التلوث البيئي؟ هنقول يؤدي الى انتشار كثير من الامراض. طيب الدولة هتحاول ان هي تعالج مشكلات السكان في البيئة الساحلية، تحاول ان هي اول حاجة هتحاول تنشئ مصانع جديدة علشان توفر فرص عمل، هتمد طرق وكباري عشان تخف من مشكلة الازدحام، هتعمل لنا كمان مدن جديدة صناعية زي مدينة برج العرب الجديدة. عندك الواجب النهاردة هتطبق على الدرس من الكتاب المدرسي ومن ملزمة المدرسة.